صباح الخيرات على كل مستمعات للا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا من خلال برنامج المرأة بامتياز ومع فقرتنا المتنوعة لكلها إفادة. اليوم من خلال الشيوات للا مولاتي غادي تشارك معنا المستمعة الوفية جدا البرنامج من البداية ديالو اختصاصية في الطبخ والحلويات مليكة أم سارة، وغادي نتعرفوا على الشيوات اللي غادي توجد لنا. كذلك غادي نتعرفوا في المسابقة اليومية على شكون المستمعات الفائزات اللي ربحوا معنا خلال اليوم في المسابقات اللي كيمنحكم كل شهر هدايا من ذهب، ونتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات للا مولاتي. كذلك غادي نعاود نقترح عليكم بسبوسة المندرين والكوك ديال الشيف نعيمة أم عصام، نزول عن طلب كثير من السيدات اللي طلبوا اننا نعاودوها. وتبارك الله البارح من خلال الواتساب كثير من المستمعات يعني جربوا هذا الاقتراح ديال البسبوسه وعجبتهم بزاف وبعتوها للشيف نعيمه ام عصام. ففعلا اقتراحات البارح كانوا زوينين وسهلين في متناول جميع السيدات، وفرصه انني نعاودهم ان شاء الله. فغادي نبداو بالبسبوسه المندرين والكوك، وفرصه مقبله نعاودوا باقي الاقتراحات. وفي موعد ثابت ككل يوم خميس فكتحضر معنا دكتورة صابرين الشيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية والحمية الصحية. موضوعنا اليوم الطبي غادي يكون حول التهاب القولون التقرحي. غادي نتعرفوا على شنو هو هذا المرض بالتحديد، شنو هي الأسباب ديال الظهور ديالو، شنو هي الأعراض، كيفاش كتظهر في الجسم ديال الشخص. كذلك غادي نعرفوا الأنواع ديال هذا الالتهاب القولون التقرحي، كيفاش كيكون تشخيصه العلاج، ومن بعد غادي نمشيو للحمية الصحية المناسبة لهذا الالتهاب اللي كيصيب الجهاز الهضمي. ويمكن لكم تواصلوا معنا ومع الدكتورة، تساؤلات مفتوحة إلى عندكم أي تساؤلات سواء في موضوعنا أو غيره على 0522 88 00 61 61 62. كنجدو الترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة لشيوات للا مولاتي عند اختصاصية فن طبخ والحلويات مليكة أم سارة. صباح الخير لملكة. صباح الخير حبيبتي، صبحتي لاباس عليك؟ بخير الحمد لله، نتمنى تكوني على خير انت والاسره ديالك. مرحبا بك اختي، الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. مرحبا كبيره لسميحه والطاقم كله تميد راديو. اييه مرحبا بسلامك، يوصل شكرا لك. وواحد التحيه اختي. اييه تفضلي. الدكتور ديالنا الصيدلي بدر. اييه العائله ديالته والعائله عبيد. اييه تحيه كبيره لهم. وانت تسلم عليك السعديه مود. اييه بلغي لها السلام بزاف، توحشناها حتى هي. بلغي لها السلام وكل العائله ديالكم في اسفي، كنوجه لهم تحيه كبيره بزاف. كيفك حبيبه؟ الله يخليك. مرحبا. غادي نعطيك الصفه. اييه نبداو بها هي الاولى فعلا. الحليوه وواحد عصير، ولا بقى الوقت نعطيك ان شاء الله. لا يبقى الوقت واخا. هذه الصفه تتكون مرافقه للحم او الدجاج. واللي بغى يديرها غير بوحدها راه زوينه. بالنسبه انا غادي نعطي المقادير ديال الكيلو، والسيدات ديك الساعه اللي بغات دير غير النص اللي بغات تزيد، تيبقى الاختيار. دابا راه الصفه ولات سهله. اييه. وداك الذكيه ديال الصفه الرقيقه ديال الكسكسو الرقيق. كاين المتوسط وكاين الغليظ وكاين الرقيق. تناخذو الرقيق كاع. ياك فهمتي بنتي؟ اييه. الرقيق اللي تناخذو. عندنا جوج كيلو معروف ديال البصله. اييه. عندنا واحد زلافه صغيره ديال الزبيب. عندنا زلافة صغيرة ديال الحمص تيكون مرطب ومفسخ. والعطية عندنا شوية زعفران شعرة، عندنا دويمة زعفران، عندنا شوية القرفة، وعندنا واحد شوية ديال السمن، وعندنا ثلاثة ديال الفاني ديال الحلوى، وعندنا رابعة ونص حتى نص كيلو ديال الزبدة. وبالنسبه للتزيين عندنا اللوز، عندنا شويه الكركاع، وحتى التمر الا كان داك المعسل زوين. بالنسبه بنتي للطريقه، تنشدو واحد البانيو تنخويو فيه داك السميد داك الكسكسو الرقيق. وتنخويو الماء حتى تنحطو يدينا فوق منه طالع عليه الماء. ما يتخلع ما السيده ما ديرش منه، غير تغطيه بالماء شويه. ماشي غير ترشه، الا رشاتو غير تكور ليها، تخوي عليه الماء تتغطيه، وتبقى بحال الا تتهز من الفوق لتحت، وتخليه تيرتاح تقريبا واحد ربع ساعه. في البرمه تنديرو فاني. فاني علاش نديروها؟ باش تطلع ديك النسمه زوينه، وتنديرو حامضه باش ديك البرمه ما تكحلش لينا. ياك فهمه بنتي؟ ايه متبعين معاك. ايه والحامضه تنديروها في البرمه فعلا ما تكحلش، وفاني باش يطلع ديك الريحه زوينه. تتشد الخيار ديال الكسكسو. إيه. وتبدا
تديرو في القصريه وتتبدا تدوز فيه. صافي وتديرو تيفور الكسكس بطبيعه الحاره تنديرو بلاستيك على البرمه عارفين السيدات في الجناب خليه في الجناب باش ما تنفش لنا من الجناب وتتخليه فور. تمشيو لذاك البصله بنتي تنقطع البصله البيضه تنشنفوها تشعل في رقاق تنقسموا البصله على جوج وتنشرو فوق القطاعه بالموس تنقطعو شرائح رقيقه تنحطوها في بانيو وتنسيرو بحال تنفركو فيها بيدينا وتنديروها بنتي في الكوكوت تنكونو داك الزهر داك الزبيب خوينا عليه كاس ديال الزهر من قبل واخا تنخويو غير داك الماء الزهر بداك الزبيب فوق من داك البصله تنديرو معلقه صغيره ديال القرفه تنديرو ضويمه ديال الزعفران وتنديرو شويه ديال السمن وتنديرو جوج فاني وتنسدو عليها الكوكوت راه هي داكشي تيهبط الراسه ملي تتبدا تصفر تنخليها واحد ربع ساعه تنطفيو عليها وديك الساعه راه تنبقاو تنحركو بمعلقه العود حتى تتبان لينا قريبه تنشف قبل ما سميتو تنشدو داك سميتو الحمص تنطيبوه في واحد الكاسرونه غير تيدخلو الطياب غير تنديرو واحد شويه المليحه صافي فيه وتنخليو حتى تيدخلو الطياب تنصفيوه تتبان لينا البصله صافي قريبه باش غادي تعسل تنرميو عليها داك الحمص وتنبقاو تنعسلو فيهم بجوج وتنحركو غير بشويه حيت الحمص تنخليو شاد باش ملي تنكونو نحركو ما تيتفركش لينا مع البصل حتى تتنشف مزيان اللوز تيكون عندنا راه حنا طلقناه وطلقناه تنخليو شويه طين وشويه تنهرمشوه تيكون عندنا شويه القرقع حتى هو جاي بكاس حتى هو تنصهدو في المقله وحتى هو تنهرمشوه وتنخلطو هادو بجوج الزبده بنتي تنكونو ذوبناها من قبل حيت تنحيدو داك الفايل اللي تيكون لتحت الزبده ديال العبار ماشي ديال البواطه ماشي المارغان الزبده ديال العبار اللي تتكون مزيانه ذوبوها ذوبوها تقريبا واحد الربعه ونص حتى نص كيلو على حسب السيده انت هي خاصها تكون معلقه ديك الزبده ديك الصفه خاصها تكون تتهزها بيديك معلقه مزيان ملي تطلع بنتي التفويره مزيان ماشي السيده غير تشوفها طالعه في التفويره وتحيدها تتبقى حتى تيبان واحد الفرق ما بين الكسكس وما بين الكسكاس تتجمع تنقلبوها بنتي تاني في البانيو وتنبقاو ترشوها تاني مزيان بالماء ترشوها حتى تتبان لينا صافي تسقات مزيان تنخليوها ترتاح وتنعاودو التفويره الثانيه وتنديرو شويه الملح ترشوها في التفويره الثانيه تنخليوها تاني تتفور مزيان ايه تنقلبوها عاوتاني المره الثانيه المره الثانيه ما ترشوش بزاف تقريبا غير واحد ثلاثه حتى كيسان صافي وتنعاودو الثالثه ما تنخليوهاش تطفر بزاف مجرد ما تيبان لينا البخار طلع صافي صافي تنحيدوها تنقلبوها بنتي في القصريه تنخويو على ديك الزبده ايه اللي ذوبنا واخا اللي ذوبنا والسكر تيبقى على حسب فعلا. اللي بغى يدير غير شويه واحد الطبيصات اللي بغى يزيد يزيد حيت عندنا التفايه حلوه حلوه فعلا عندنا ميزان على حسب تنسقيوها بالزبده كامله وما تبقاو عندنا ديال جوج فاني ديال الحلوه وتنخلطو مزيان تنديروها في الطبصيل طبيعه الحال ديال الطوس او الطبصيل ما تنديروهاش هي في القصريه تتكون في الطبصيل تنقبوها بنتي في داك الطبصيل وترشو قبل ما تنديرو الطبصيل تنخلطو مع داك اللوز اللي مهرمش وداك القرقع اللي مهرمش اي فواكه جافه عندنا تنديروها تنخلطو مزيان مع حدا سخونه تنقادوها في الطبصيل تنقبوها ديك القبيبه اللي تتكون الفوق تنشدو عندنا زلافه وتنحطوها فيها زلافه بالمقلوب ماشي فين تنكبو باش تخدي لنا واحد الفراغ هذاك الفراغ هو اللي تنديرو فيها بنتي التفايه وتنزوقو من الفوق باللوز ولا باللويزات ولا كان عندنا حتى البيض السمان كيجي زوين فعلا واللي بغى يزيد ليها فينيسي اخر راه تيكون عنده المشماش اليابس تيكون معسل حتى هو مرفوق هذا الشيء تيبقى غير اختياري فعلا التزيين يبقى اختياري المهم هي المراحل اللي تبعوها اختياري تتكون حتى الشريحه معسله تيكون بزاف ولكن هي تتكون هكا كتجي زوينه الله يعطيك الصحه وراها تتجي جربوا السيده تتجي غزاله الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الا ملكه الله يطول عمرك فعلا نصفه مميزه بالنسبه بنتي لواحد الحليوه تتجي زوينه ايه عندنا رابعه ديال الزبده طلع بال عندنا كاس ياغوت كريمي عندنا جوج فاني
عندنا كاس لاروب ديال النشا. ايه. وعندنا بيضه واحده. وعندنا جوج معالق ديال الكاكاو ديال العبار ماشي ديال صافي ديال العبار. تنحكوا بنتي ديك الزبده مع ديك البيضه مع اربعه المعالق ديال السنيده. اربعه المعالق كبار ديال السنيده، واحد القراصه ديال الملح وجوج فاني مع ديك البيضه مع الزبده. عاد تنضيفوا النشا والطحين النوع اللي تيكون مزيان مع داك الياغوت كريمي. تنحكوا كلشي في القصيه مزيان ولا شي بانيو، وتنزيدوا النشا وتنرى الخميره ما فيهاش والزيت ما فيهاش. ما تحبوا نسيتها. ايه لا فيها. تنضيفوا الطحين بشويه بشويه حتى تجمع، تتكون هي باقا ما تجمعاش، تنقصوا الثلث ديال هذيك العجينه. تنديروا في واحد الزليفه تنحيدوه. تنكملوا حتى تولي العجينه عندنا رطبه ماشي قاصحه، تتكون رطبه. تنحيدوها تنجمعوها تنديروها في بلاستيكه وتنحطها في الثلاجه. داك الشويه الثلث اللي بقى عندنا تندخلوا ليه دوك جوج معالق ديال الكاكاو. ايه. ياك ما تنزربش. لا لا مزيان. تندخلوا ليه دوك جوج معالق ديال الكاكاو. تنخليو حتى هو تيرتاح. تنشدو واحد البلاطو تنحطو حدانا وتنديرو فيه تقريبا واحد الكاس ديال السنيده. مع فاني اخر. ايه. تنجيبو ديك البيضه هي الاولى تنديرهم بنتي في داك السواسيس الصغير. تتكون داك السيجار بحال داك السواسيس ماشي. إيه؟ ماشي داك تتكون بحال هكاك. تنحطوهم تنجيبو ديك اللي فيها الكاكاو. تنسرحوها فوق بين بلاستيكات، ما تتكونش رقيقه بزاف ما تتكونش غليظه. وتنديروا هذاك كحشوه. ديك البيضه تنديروها وسط من الكحله في الاول ديالها وتنبرموا. ايه. فهمتي بنتي الطريقه؟ ايه. ايه. تكون عندنا هذيك الداخل راه هي بيضه واللي ملفوف بها راه ديال الكاكاو. تنحطوها بنتي فوق من داك البلاطو اللي فيه السنيده وفاني، وتنبقاو تنديو فيها وتنجيبو حتى تغلف كلها بالسنيده. تنهزوها بنتي تنديروها في بلاستيكه وتنحطوها في المجمد. ايه. ربع ساعه حتى نص ساعه تتبان لينا شدات مزيان. الموس خاصو يكون حاد. تنحطوها فوق من الرخامه وتنسيرو نقطعو قد العشرة الدراهم. فهمتي بنتي؟ ايه على شكل دوائر. على شكل دوائر قد غير ما يفوتوش داك القياس. فعلا. وتنفرشو بطبيعة الحال القاغ ديال الخاص بالحلوى تنفرشوه في الطاوة. باش حيت فيها السنيدة إلا درنا دهنا الطاوة ودرناها من عليها غادي تولي لنا كراميل. خاصة نفرشو لها دائما القاغ باش ما يوقع لها والو. وتنسطفوها السيدة تنسخنوا الفران إلا كانت غطيبة السيدة في الدار. تنديروا العافية تتكون لتحت تتبان ليها بدات تتحمر تتهبط غير واحد شوية حين داك الوسط خاصو يبقى أبيض ما يتحمرش. إيه. غير تتكون تتبان ليها صافي شدات صافي تتخرجها ما تقربش ليها حتى تبرد وراهي تجي زوينة. إيه. السيدة اللي غديها في الفران ديال الضو غتشعل عليها لتحت واحد شوية تشعل عليها الفوق وتخليها حتى هي غير تبان ليها صافي بدات من جنيبة تدير وتخرجها من الفران. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة حلوة سهلة. عصير ديالاش؟ إيه. الكاكي موزيو. إيه واخا. عندنا كيلو ديال المالدالين. كيلو حتى الكيلو ونص. المالدالين تنجيبو تنقيو تنحيدو له اللي فيه من الأفضل نشريو داك اللي تيكون مزيان ما فيهش عضومة. تنحيدو دوك الخبيطات وتنطحنوه مع إيطرو ربع ديال الماء. إيه. إما الماء معدني إما الماء عادي. وتنصفيوه. تتكون عندنا بنتي رابعه ديال القرعه حمراء القرعه ديال الكسكسو. ايه. تنقيوها مزيان وتنقطعوها وتنديروا مع واحد جوج كيسان الماء وتنسلقوها. تنخليوها بداك الماء ديالها تنسلقوها وتنزيدوا على داك المالدالين وتنزيدوا واحد جوج ديال الكاكي ولا وحده على حسب الحلاوه تتبقى على حسب الذوق. ايه. وتنطحنوه وتنعاودو نصفيه وراه تيجي عاصر من داك الشيء حتى الوليدات اللي ما تيبانش كله فوائد ما تتبانش. ايه هذيك بالقرعه والكاكي زوينه عطيتها بالقرعه. الله يعطيك الصحه فعلا تجي زوينه. ايه الا باقي الوقت نزيدك حليوه اخرى. ايه تفضلي. واحد الصابلي هذا تا هو تيجي زوين. عندنا نص ربعه ديال الزبده العبار ونص ربعه ديال الزبده ديال البواطا. عندنا نص كاس ديال الزيت. ايه. عندنا بيضه واحده وصفر ديال البيضه. عندنا الروح ديال الفاني اما داك العويد ديال الفاني تنحيدوا لي داك الوص اما يديروا ربع معلقه ديال الروح الفاني واخا ولا اي نكهه تتبغيها السيده. كاس ديال السكر كلاص.
دكا في الاروب صافي تنخلطوا بنتي هادشي مزيان مع الزبده مع داك بيضه وبيا وصفر ديال البيضه مع فاني الخماره تنديروا الربع ديال الخماره ديال الربع ديال الخماره وقريصه ديال الملحه وتنخدموا هادشي مزيان وتنضيفوا الطحين حتى تتجمع لينا تتكون رطبه حتى هي تنخليوها في الثلاجه غير لتحت واحد شويه تتكون عندنا بنتي الحليب محلى كراميل وعندنا كاس ديال القرقاع حتى المهم شويه زليفه صغيره ديال القرقاع يكون تا محمر ومطحون مزيان تنخلطوه مع داك الحليب محلى كراميل تنخلطوه معاه مزيان حتى تيولي بحال غير الحليب صابلي واحد المرشم راه دابا متوفر داير بحال المول العجيب ولكن هو صغيور ايه راه متوفر هذا المرشم المول العجيب ولكن هو صغيور صغيور في داك الحفير ايه بيه تنسرحوا بهذا جوج بلاستيكات وتنقطعوها تتكون ماشي رقيقه حيت هي ما غتلاقاش تبقى غير وحده ما غاديش نلاقيوها ما تكونش غليظه ولكن ما تكونش رقيقه صافي حتى تنكملوا تندهنوا الطاوه وتنستفوها ومن تطيب داك الفراغ ديال سميتو هو اللي تنديروا فيه هاد الحليب محلى هكداك ايه ديك الحفيره الصغيره تتدرج في البواطه وحده فوق وحده هادي تتستف في البواطه كل وحده حدا وحده لانه يعني فيها ديك الكراميل يعني هو تيشد هي مجرد ما تتبات تيشد مزيان تلصق وحده معاه لا ما تتلصق لا درنا فوق وحده فوق وحده فوق وحده ايه فعلا تلصقها بنتي الا باقي نزيدك بريواز ولا بريوات واخا ايه نختمو بهم تفضلي لاله ملك بريوات عندنا بنتي ربع ديال الكفته ديال لادن انا تندير غير المقادير والسيده لا ايه على حسب ايه يزيدوا ولا ينقصوا على حسب القليله ويزيدوا عندنا ربعه ديال الكفته او السيده عندها الصدر ديال الدجاج راه هي طحنوا السيده فين ما تجي الدجاج حيد الصدر اصلا دابا وليا ما تنجيبو بنتي الدجاج انا دائما الصدر حنا محيدين ايه نديرو شاورما وبيضات مسيمنات ايه فعلا كيليق نستعملو بزاف الشهيوات تنحيدو داك الصدر السيده تطحنو تنزيدو عليه القزبور والمدنوس وتنزيدو واحد الراس ديال الثومه شويه البزار شويه سكنجبير شويه القزبور يابس شويه الهريسه وقد ما باتت هاد الكفته في هاد العطريه قد ما تتعطي مزيان تنخليوها هاد الشيء تنديرو لها بالليل وتنخليوها في الثلاجه الصباح بنتي تنشلضو ملي تنبغيوها تنشلضو بصله تكون كبيره حتى جوج بصلات تنشلضو مزيان تنديرو معلقه ديال الزيت انا في نفس الوقت تنعطيك الطريقه والمقادير باش تنديرو في الوقت تنديرو بصله كبيره في المقله مع واحد شويه ديال الزيت تنقنصطو في ديك البصله حتى تتهبط تنزيدو عليها بنتي فلفله حمراء وفلفله صفراء تيكونوا مقطعين مرصوات ولكن السيده الا دهناتهم بالزيت وداتهم في الفران وحيداتهم عاد حيدات لهم ديك الجلده تيعطيو احسن تيكونوا زوين الا ما كانش الوقت راه هي تتقطعهم غير مرصوات صغار تنديرهم مع ديك البصله وحنا تنصطو فيها تنزيدو شويه الثومه بودره تنزيدو شويه مليحه اللي بغات دير نسمو بالعطريه فعلا وتنزيدو العطريه غير شويه شويه واحد معلقه ديال الصوجا شويه الهريسه تنزيدوا ديك الكفته ديالنا تنزيدوا الكفته وحنا تنصطي في كل شيء حتى كل شيء تيبان لك تخلط مزيان وتتنشف تتكون عندنا الشعريه الصينيه غير صغيره راه تنخويو عليها غير الماء دافي وتنخليوها بلا تنوجو داك الشيء تنصفيوها وفي الشبكه راه حنا تنقطعوها بالمقص اييه وتنزيدوها على هذا الخليط كاختياري الا بغينا نزيدو الزيتون مقطع راه تنزيدو شويه صافي تنخليو حتى تيبرد بغات السيده دير الورقه تندير الورقه البسطيله هذه راه معروفه اما تديرها السيجار اما تبريوات اللي ما بغاش راه تنعجنو غير بنتي السكيرو ديال الفورس مع معلقه ديال الزيت مع شويه ديال قريصه ديال الملحه وتنعجنوها تدلك مزيان وتنخليوها تترتاح واحد ساعتين وتنخليوه في بلاستيكه حتى تتولي ديك العجينه رطبه وتنمشيوها بنتي فوق الرخامه حتى تتولي الرخامه تتبان لينا اييه باش تجي رقيقه رغيفه الرخامه تتبان تنديرو قريصات راه غير بحال ديال بحال اللي غنديرو الكفته رقيقه وتنديروها كبيره تنبقاو تنمشيو فيها وخاصها ما تقطعش هي قد ما ارتاحت قد ما تتقطعش وتنحطو ديك الحشوه في الوسط و
وتنديروا الفروم على الساندويتش فوق من ديك الحشوه وتردوا هاد الجن بحال غنصيبو مسمنه مثلثه. ايه صافي حتى تنكملوا وتندهنوا بواحد الصفر بيضاء وترشوا عليه اما الجلجله الابيض ولا اخر وتنديروا في الفران. واللي بغات ديروا بالورقه راه الورقه تنشروا الورقه الكبيره وتنقسموها على جوج وتنديروها راه عارفين السيدات وتندهنوا بالزيت. ديما الا كنا غنديروا البريوه في الفران نديروا الزيت ما نديروش الزبده راه غترطبهم لينا. ايه تندهنوا مزيان وهكا رغيفات عاوتاني راه تيجيو حتى في غديوه حتى في قوتي اللولو فعلا يبقاو في المجمد هكا وفوق ما نبغيوهم. ايه في المجمد تنديروهم غير النص ديال الطيبه. واخا هادو تنديروهم غير النص ديال الطيبه نحسو بهم دو تيصفارو صافي تنخرجوهم نخليهم حتى يوليو اللون ديالهم ذهبي. لا حيت مني غادي نرجعوهم الا غير خليناهم حتى ياخذوا ديك السخونيه مزيان غادي تحرقوا لينا. ايه حنا نديرهم غير الصفارو شويه ونحيدوهم. مني تنديروا ثلاثه على حسب افراد العائله كل وحده بلاستيكه ديالتها تنخرجوهم غير تندهنوهم ديك الساعه تنقدروا ندهنوهم شويه الزبده حيت ما غاديش نخليهم. ايه مفهوم. ندهنوهم شويه الزبده وندخلوهم الفران. ديك الساعه راه تياخذوا الطياب ديالهم الكافي. اللي بغاو يستعملوهم ديك الساعه في الغداء او في عشيوه تتخليهم حتى يطيبوا مزيان. أيه. وراه الحشوه تجي غزاله وزوينه. الله يعطيك الصحه. لا تبارك الله عليك. كيعجبوا السيدات ان شاء الله. اكيد وهادشي ما فيه شك على الملكه. وتبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه. وتحيه كبيره لكاع اللي تعرف ملكه ام ساره. وتسلم عليك واحد السيده كلثوم دائما تدوي معها. اييه سلمي عليها بزاف وبغي لنا سلام بنتك ساره. والسميحه وكل الطاقم. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف. فقرات لالا مولاتي المتنوعه مازال مستمره فغادي نمشيو بالنسبه للاقتراح ديال البسبوسه ديال المندرين اللي قدمت لنا البارح شيف نعيمه ام عصام واللي لقى استحسان ديال كثير من السيدات وغادي نعاودوا اليوم البسبوسه ومن بعد ان شاء الله نمشيو للكيكه ديال كركاع وخيزو وغيرهم من الاقتراحات اللي قدمت لنا. فبالنسبه للبسبوسه ديال المندرين اللي مازال ما وجدهاش غادي نحتاجوا في المقادير ثلاثه ديال المندرينات يكونوا القشره ديالهم تكون رقيقه نحيدوا لهم غير العظم ديالو الا كان يعني داك العصف ديالو الا كان ونطحنوهم يعني بالقشره ديالهم. ثلاثه ديال المندرينات مطحونين بالقشره ديالهم ودائما اختاروا المندرين اللي يكون القشره ديالو رقيقه لانه غيطحن معاه. نحيدوا لي غير داك العظم باش ما يمرش لينا البسبوسه نحيدوا له داك العصف ديالو وغادي نطحنوهم. خمسه ديال البيضات كاسونس ديال السنيده كاس مخلط ما بين زبده مذوبه وزيت كاس ديال الكوك مطحون كاسونس ديال السميده رقيقه كاس ديال الطحين فورس من النوع الجيد كاس ديال حليب الكوك جوج خمارات ديال الحلوه. هادو المقادير ديال البسبوسه وكاين مازال المقادير ديال الفلون والمقادير ديال طريقه تحضير ديال الكوك كراميليزي. فغادي نعاود بالنسبه للبسبوسه ديال المندرين في المقادير غادي نحتاجو ثلاثه ديال المندرينات مطحونين بالقشور ديالهم نختارو مندرين القشره ديالو رقيقه نحيدو ليه غير العصف باش ما يمررش لينا الخليط وهذوك ثلاثه ديال المندرينات غادي نطحنوهم بالقشره ديالهم مزيان. من بعد غادي نضيفو ليهم خمسه ديال البيضات وحنا كنطربو نضيفو كاسونس ديال السنيده وحنا كنطربو دائما من بعد كاس مخلط ما بين زبده مذوبه وزيت ثم كنضيفو الكوك مطحون كاس منه كاسونس ديال السميده رقيقه كاس ديال طحين فورس كاس ديال حليب الكوك وجوج خمارات حمرين ديال الحلوه. هادو هما المقادير كنخلطوهم مع بعضياتهم كيف قلنا وكنخليهم كيرتاحوا 10 ديال الدقائق. المقادير كنعبروها بالكاس ديال العنبه قلنا ثلاثه ديال المندرينات مطحوني بالقشره ديالهم الرقيقه خمسه ديال البيضات كاسونس ديال السنيده كاس مخلط ما بين زبده مذوبه وزيت كاس ديال الكوك مطحون كاسونس ديال السميده رقيقه كاس ديال طحين فورس من النوع الجيد وكاس ديال حليب الكوكو وجوج خمارات حمرين ديال الحلوه. هادشي كله كنخلطوه واحد 10 ديال الدقائق حتى كيرتاح لينا. من بعد كناخذوا المول مدهون ناخذوا المول اللي اختارينا كندهنوه بشويه ديال الزبده كنرشوه بشويه ديال السميده الرقيقه وكنفرغوا هاد الخليط ديال البسبوسه وكندخلوها للفران حتى كطيب لينا. الوقيته اللي كطيب لينا كنمشيو نوجدوا الكريمه بالفلون يعني الفلون غادي ناخذوا في كاسرونه غادي نديروا فيها جوج كيسان ديال عصير ديال الليمون مع جوج معالق كبار ديال السنيده مع جوج فلون داك الزرق ديال درهم دوك الصغار جوج فلون جوج باكيات ديال فلون صغيره داك الزرقه ديال درهم وجوج كيسان ديال عصير ديال الليمون وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده.
هادشي كله كنديرو في كاسرونه على عافيه مهيله وكنخلطو مزيان وكنخليوه حتى كيغلي على عافيه مهيله، يعني كيف كنحضرو الفلون بالطريقه العاديه. ملي كنحصلو على هذاك الخليط صافي غلى لنا الفلون وجد، ديك الساعه كنحاولوا اننا يعني نخلطوه مزيان ونصفيوه، وكنصفيوه مزيان وكنتسناو البسبوسه حتى كتخرج لينا، واحد فيهم تيكون سخون والكريمه مثلا كتكون دافيه، وكنسقيو بها هاد البسبوسه مزيان، يعني كنحاولوا اننا نصفيوه ونسقيو بها ديك البسبوسه. غادي نزينوها بالكوك كراميليزي واللي مشكوره جدا قدمت لنا الطريقه ديالو اللي عنده بزاف الاستعمالات. بالنسبه للتزيين ديال الكوك كراميليزي من الفوق بعد ما يعني طيبنا البسبوسه سقيناها بهاد الفلون اللي حنا حضرنا واللي صفيناه مزيان، من بعد كنرشو كنخليوها حتى كتشرب مزيان هاد اللي بغينا نقولوا ستيرو ولا فلون، ومن بعد كنزينوها بالكوك كراميليزي. بالنسبه للكوك غادي ناخذوا كاسونس ديال الكوك مع كاس ديال الماء، من الاحسن ناخذوا الكوك اللي معلك اللي تيكون مزيت، كاسونس ديال الكوك ما يكونش ناشف، فكاسونس ديال الكوك وكاس ديال الماء وكاس ديال السنيده، ثلاثه ديال المكونات، كاسونس ديال الكوك، كاس ديال الماء وكاس ديال السنيده. هادو كنخلطوهم وكنغليوهم في كاسرونه على عافيه مهيله حتى كينشف لينا داك الماء من الكوك، يعني داك الكوك كيشرب مزيان هذاك الماء وكيتخلطوا مع بعضياتهم. صافي مجرد ما كينشف لينا هذاك الكوك كناخذوا لاطا ديال الفران وكناخذوا هاد الكوك اللي نشف لينا مزيان، كنخلطوه مع ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده وكنبقاو نلبسوه مزيان هذاك الكوك للزبده، ومن بعد كنزلو هذا الخليط في الفران وكنبقاو نحركو مره مره كنحركو مره مره كنحركو حتى كنشوفوه انه الكوك يعني نشف واللون ديالو ولا ما بقاش ابيض ولا يعني ذهبي ولا كراميليزي. فكيف قلنا غادي ناخذو كاسونس ديال الكوك، كاس ديال الماء وكاس ديال السنيده، كنغليوهم مزيان حتى كينشف لينا هذاك الكوك من الماء. من بعد كناخذوا هذاك الكوك اللي نشف كنديروه في لاطا ديال الفران مفرشه بورق الطبخ، ورق سلفوريزي، ومن بعد كناخذوا هذاك الكوك كنزلوه في هذيك اللاطا اللي فرشناها بالكاغيط، ومن بعد كنخلطوها مع ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، الزبده نذوبوها ونخلطوها مع داك الكوك مزيان ونلبسوها يلبسوها مزيان بداك الكوك كله يجي يعني مخلط مزيان مع ديك ثلاثه المعالق ديال الزبده مذوبه، ومن بعد كندخلوا هاد الكوك الفران وكنبقاو نحركوا نحركوا ضروري من التحراك حتى كيولي اللون ديالو ذهبي. بالنسبه لحليب كوكو اللي ما توفرش على انه يشريه راه ممكن نصايبوه في الدار، غادي ناخذوا كاسونس ديال الكوك مع جوج كيسان ديال الماء ونص كاس ديال السنيده، ثلاثه ديال المقادير اكيد غادي نحتاجوا الكوك، كاسونس ديال الكوك، جوج كيسان ديال الماء ونص كاس ديال السنيده، وقلنا نختاروا الكوك اللي كيكون معلك اللي تيكون ميدم يعني فيه الزيت ما يكونش ناشف. فالحليب الكوكو باش نحضروه في الدار اللي حتى هو عنده استعمالات بزاف، ممكن اننا نطيبوا به يعني الطبخ، ممكن اننا نديروا به كذلك هكا حلويات كيف ما عطينا دابا بسبوسه المندرين، ممكن نزيدوها هكا في العصائر. قلنا كاسونس ديال الكوك، جوج كيسان ديال الماء، ونص كاس ديال السنيده، هادو المقادير غنخلطوا مع بعضياتهم وغادي نرقدوهم ليله كامله، نغطيوهم ونخليهم مرقدين هاد الخليط، يعني ندير واحد الاناء نديرو فيه كاسونس ديال الكوك مع جوج كيسان ديال الماء مع نص كاس ديال السنيده، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان نغطيوهم ونخليو هاد الخليط مرقد ليله كامله حتى الغد في الصباح. عاد ديك الساعه غادي ناخذوا هاد الخليط وغادي نديروه في واحد الطنجره ولا كاسرونه وغادي نخليوه يغلي غليه وحده، يعني غليه وحده صافي نزولو من فوق العافيه ما نخليوش حتى يتفصل كثر، يعني نخليوه غليه وحده. من بعد يعني اكيد من بعد ما ترقد ليله كامله هذا الخليط كنديرو فوق البوطه على عافيه مهيله وكنخليوه حتى كيغلى غليه وحده، من بعد هذيك الغليه صافي كنحيدو من فوق العافيه وكنخليوه حتى كيبرد وكندوزو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ومباشره هذيك العصاره الحليب ديال الكوكو هي اللي غادي نستعملو، فكيجي مزيان. نتمنى انكم تكون وصلتكم الفكره ديال بسبوسه المندرين بالمذاق ديال المندرين والمذاق ديال الكوكو مع هذا التزيين ديال الكوك كراميليزي من الفوق، وفرصه انكم اما ديروها عائليه اما ديروهم يعني بسبوسه فرديه في القوالب الفرديه. نتمنى تكون وصلتكم الفكره، ودابا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره رفقه الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. موضوعنا الطبي اليوم غادي يكون حول التهاب القولون التقرحي. مرحبا بتساؤلاتكم الطبيه على 05 22 88 00 60 61 62.
ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتورة صابرين الشيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية والحمية الصحية. أهلا بك دكتورة صابرين. أهلا بك سناء، أهلا بميد غاديو، وأهلا بالمستمعين الكرام. الله يبارك فيك. اليوم موضوعنا غادي يكون حول التهاب القولون التقرحي. تعرفنا معك في الحلقات السابقة على التهاب القولون وكذلك التهاب القولون العصبي. اليوم غادي نتكلموا على القولون التقرحي، واللي كنعرفوه هو أنه مرض من بين الأمراض اللي كتصيب الجهاز الهضمي، ولكن بغيو نعرفوا أكثر المفهوم الطبي شنو هو التهاب القولون التقرحي. الوغ ايفيكتيفمون سناء كيف ما قلتي، شفنا في حلقات سابقه القولون العصبي وشفنا لا مالادي دو كرون. الوغ وغنكملوا اليوم ان شاء الله بلا اخسياش لا ريكتوكوليت ديموراجيك ولا القولون التقرحي. الوغ هاد لي تخوا انتيتي، عندك لا اخسياش لو كرون ولا كولوباتي فونكسيونيل ولا لو كولون اريتابل، كيدخلوا ضمن سكون ابل الاي بي دي. الاي بي دي هو الاريتيتينغ باول ديزيزز، يعني الامراض ديال الجهاز الهضمي اللي كدير واحد نوع من الالتهاب مشترك بيناتهم. يعني سافو دير كوا، يعني الشخص يقدر يكون يعاني من اي مرض من هاد ثلاثه الامراض بلا ما يقدر يفرق بيناتهم، لان هما كيتشاركوا في بزاف الاعراض، يعني كيتشابهوا كيتشاركوا بزاف الاعراض. داكشي علاش حنا كنركزوا باش كنفسروا كل واحد على حده، باش كومسا لي جون يقدروا يميزوا بيناتهم. الوغ لا اكس اش هو واحد المرض اللي هو مزمن، كيتميز بالتهاب بطانه الامعاء الغليظه. سافو دير كو كاين واحد التهاب ديال بطانه الامعاء الغليظه مع وجود تقرحات ولا قرح، هما دي زولسيراسيون. سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو داك الجدار ديال المصران الغليظ انه تفتق وبداو فيه تقرحات، يعني بحال دي زولسيراسيون، يعني هذاك الجدار الى ايتي اتان. بخلاف بان لا مالادي دو كرون هو التهاب بطانه الامعاء الغليظه، يعني لا تقرحات، ما كاينش، ما وصلناش فوالا، ما وصلناش لمرحله ديال التقرحات. الوغ لا اكس اش كتمتد القولون، في القولون الى منطقه الشرج، يعني ممكن ان تصيب اي جزء من ديك المنطقه، يعني سواء الامعاء الغليظه، سواء الامعاء الدقيقه، سواء لو سيغمويد ولا لو ريكتوم، هذه منطقه الشرج. في حين بان لا مالادي دو كرون كتمتد من الفم الى الشرج، يعني هي اكثر امتدادا من لا اكس تي اش. لا اكس تي اش اللي سورتو اليكتيف من لا باري ديجستيف. حاجه اخرى سي كو لا اكس تي اش هي قرح متواصله سطحيه سون انترفال سان، سافو دير كو كتقبض منطقه وحده وكلها كتصيبها بالقرح. الوغ كو لا مالادي دو كرون تقدر تصيب لنا واحد 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر وتخلي لنا واحد المنطقه اللي هي سليمه. هذا هو الاختلاف، هذا هو الاختلاف بيناتهم فعلا. وي الوغ بالنسبه لي كوز ديال القولون التقرحي ولا الكرون، كاين واحد ليبوتيز الاولى اللي كتقول بانه هو مرض مناعه ذاتيه. سا فو دير كو لي زانتيكور الاجسام المضاده ديال الجسم ديالنا كي اتاكيو الجدار ديال المعي الغليظ وديال لو كولون، على انه اسم على انه جسم غريب. دونك ملي كتاتاكيه اوتوماتيكمون كدير فيه اما التهاب اما اولسيراسيون. دونك هذه هي ليبوتيز، هذه فرضيه الاولى، ماشي سبب مؤكد، ماشي سبب مؤكد لا فيغيتي. هذه كيقولوا بان مناعه ذاتيه. كاين واحد ليبوتيز اخرى اللي كتقول بان كثره استهلاك لي زانتيبيوتيك سواء عند المراه الحامل ولا المراه المرضعه ولا الوليدات قبل من لاج دو 2 ans يقدر يعطيه هذا المشكل ديال التهاب. هذا كيفسر لنا اوسي ولا كيساندنا لا بروميير هيبوتيز، لان ملي لا فام انسانت ولا اليتانت ولا الوليدات اللي قبل من سن عامين قبل من سن عامين الوغ لي زانتيبيوتيك شنو كيديروا؟ كيديروا واحد لونتيبيو ريزيستانس، دونك كيديروا واحد لاتاك ديال المناعه، دونك المناعه كتكون تادات شويه. داك الشيء علاش ممكن انه يخلق لنا مرض مناعه ذاتيه. دونك هذا دوز هيبوتيز بحال قلتي متصلين. لا تخوازيام هيبوتيز كاين سكون ابل واحد الماده لقاوها عند الناس كلهم اللي مصابين بهاد لي زاي بي دي، اللي هي ماده البروتياز اللي كتجي من واحد لي باكتيري، سورتو واحد البكتيريا اللي سميتها الكلوستريديوم. دونك هاد الناس كلهم داروا واحد الاحصائيات لقاو بان عندهم هاد الكلوستريديوم بكثره، وهاد ماده البروتياز. بكتيريا منين كتجي؟ وي الوغ هاد الكلوستريديوم كتجي من لونفيرونمون، بانه يعني سوا لي سويور، يعني مثلا الحاجه اللي كتكون ما مغسولاش مزيان، ولا الحاجه اللي كتكون انفكتي ولا في الباديه. الوغ لقاو بان هاد لي بروتيات كيكونوا بكثره عند الناس اللي عندهم لا اكس تي اش. وبيان سور 45% ديال لا اكس تي اش كيجيو بحكم الوراثه، يعني كتلقى لا فامي كلها
عندهم هذا المشكل فورسيمون ار سي اش يعني كيف ما قلت كاين ثلاث الانواع ديال لي زايبيدي يعني تقدر تلقى عندهم كرون ولا عندهم قولون عصبي ولا عندهم لا ار سي اش ولا القولون التقرحي. هاد الاسباب اللي بغينا نقولوا كلهم يعني ماشي اسباب اللي هي مؤكده واضحه وانما وي افكتيفمون يعني باقي ما تاكدش تبين شنو سبب وراء هاد الالتهاب القولون التقرحي افكتيفمون. وهادو ابحاث يعني جراو سورتو في في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي من بين الدول اللي كتحصل مركز الصدارة في الإصابة بهذا الزايبيدي. واخا غادي نمشيو بالنسبة لالتهاب القولون التقرحي يعني شنو هي الأعراض اللي ممكن الشخص هو لربما ما عارفش راسه واش كيعاني من هذا القولون التقرحي لا يحاول أنه يعرفها ويدير استشارة طبية في يعني في الوقت المناسب. ألوغ كاين الألم في البطن يعني الشخص كيحس بواحد الألم كيحس بتشنجات يعني عبارة على واحد انقباضات داكوغ. ألوغ كاين إما وجود الدم ولا القيح في البراز كاين الإسهال كاين الغثيان ولا بعض المرات جوست لا نوزي يعني عرق ما كنتش احساس احساس بالغثيان والتقيؤ. كاين واحد النزيف اللي اما دم في البراز والدم في البراز كيف ما قلنا كيظهر على شكل لون اسود ماشي احمر باش نفرقوا بين البواسير وبين الاختياش اللي قلناها في الحلقه ديال البواسير كيكون دم لون ديالو غامق غامق صافي دير كيبان لون ديال البراز اسود. وكاين بعض المرات جوست نزيف نيموراجي صافي دير الدم احمر بواحد اللي كينزل بواحد الطريقه اللي هي شويه كتكون مجهده. الوغ كاين الاعياء لا فاتيغ كاين لي غاز بوكو دو غاز انتفاخات بالونمون كاين فقدان الوزن وكاين سورتو لا مالابسوربسيون. الوغ علاش كاين فقدان الوزن ولا مالابسوربسيون؟ الوغ القولون هو واحد العضو اللي هو مسؤول على امتصاص الفيتامينات والاملاح المعدنيه مسؤول على نهايه عمليه الهضم لان الهضم كيتم في المعده والامعاء الدقيقه ولكن لا بارتي تيرمينال ديال الهضم كتم في القولون واوسي مسؤول على الفضلات صافي دير هذاك الحركه الدوديه ديالو البيريستالتيزم ديالو فداك المجموعه ديال التشنجات والارتخاءات فهو واحد الحركيه اللي كتادي لاخراج الفضلات واخراج السموم. دونك شنو كيطرا ملي كيكون تقرح في البطانه ديالو صافي دير هذيك البطانه ديالو تفتقات الوغ ديك السموم ودوك الفضلات كيخرجوا من البطانه للدوره الدمويه دونك كترى واحد الحاله من التسمم ديال الدوره الدمويه. داكشي علاش الشخص كيحس بالاعياء وبلا فاتيك بعد مره تقدر يكون اسي طفح جلدي يقدر يطرى له يظهر في الجيكير كيبدا يحك الشخص ولا بقع غير مفهومه يعني كيقول لك انا عندي اون اليرجي وكاين ما عرفش الاليرجي ايفيكتيفمون اكوا وبيان سور ان سيندروم دو مالابسوربسيون لان تو سكي سورتو الحديد والفيتامين دي والكالسيوم والزنك هادو بربعه كيخرجوا للدوره الدمويه دونك اوتوماتيكمون فالشخص ما كيستفدش من الاكل يعني واخا كياكل سوء الامتصاص ديالو فوالا واخا كياكل كيكون سوء الامتصاص وكيكون فقدان الوزن. وبالنسبه للامساك ولا الاسهال يعني شنو العرض اللي تيكون سي سورتو كاين هاد الامراض سواء كرون سواء على ار سي اش فيهم واحد جوج مراحل كاين بوسي وغيميسيون يعني معناها بان كاينه فتره تهيج وكاين فتره هدوء. الوغ التهيج كيكون بالاسهال وبالنزيف وبالتشنجات فتره الهدوء تقدر تكون هدوء اما ترانزيت نورمال اما امساك على حسب التغذيه. هنا كيجي لو رول تري امبورطون ديال الحميه العلاجيه باسكو غادي نتكلموا عليها باسكو لا ار سي اش مالوغوزمون هاد لي زايبيدي ما عندهمش دواء عندهم دي كالمون ما عندهمش دواء صافي دير الشخص اذا تصاب بهم ما كيداواش منهم كيبقاو معاه مزمنين الى مدى الحياه. بالنسبة لهذا التهاب القولون التقرحي يعني واش فيه أنواع مثلا ولا غير نوع واحد اللي هو القولون التقرحي ما فيش مثلا مراحل ديال تطور المرض اللي فيه مثلا نوعين ولا ثلاثة؟ ألا ما فيهش تطور ما فيهش أنواع سي لا إر سي أش لا ريكتوكوليت إيموراجيك سافو دير كو تقرحات عارف فيه دي ستاد يعني مثلا يقدر يكون كاين المرحلة الأولية المرحلة الثانية الثانوية هذوك التقرحات على حسب التمدد ديالهم على حسب حيت كاين بزاف الاغشيه في ديك البطانه الداخليه ديال الامعاء الوغ كاين تقرحات اللي كتصيب عر لا سوبرفيسي سطحي وكاين تقرحات اللي كتمتد للسمك والداخل داكور ما كتبقاش غير في داك الجدار ما هي تكون ريكتوكوليت ايموراجيك الوغ كيبقى الخطر ديال لا ريكتوكوليت ايموراجيك هو ان الوغ تخيل معايا سناء شي حويجه اللي كتكون ملتهبه مقرحه وهناك تعفن او ملي كنشدوا عليها شنو كيطرى كيطرى تكاثر البكتيريا والميكروبات دونك اوتوماتيكمون كي دي انفلاماسيون دي تعفن دي سرطان
دونك الريسك في الاخ سي اش اكثر من لي زوتر اي بي دي هو لو ريسك دو كانسيريزاسيون. علاش؟ لان داك الدم وداك التقرح غيبقى لداخل، دونك هناك تكاثر الميكروبات، دونك اوتوماتيكمون كاين ريسك سورتو دان كونسير. هذه من بين اهم المضاعفات اللي كيشكلوا خطوره على صحه الشخص اللي كيعاني من هذا المشكل ديال التهاب القولون التقرحي وما تمش العلاج ديالو كما يجب، حيت هو ما كاينش العلاج ديالو. باش نكونوا بور كونسوا داكور، شنو كاين؟ كاين سافو دير كوا؟ يعني كاين دي كالمون، كاين ادويه اللي غتنقص لي الالم، كاين ادويه اللي غتنقص لي التشنج، اللي غداوي لي الاسهال، اللي غداوي لي سوء الامتصاص، داكور؟ يعني تتعالج غير الاعراض، غير الاعراض، مي التقرح الي لا. يعني الوغ شوف باغ اكزومبل ملي كنخويو المطايب على اليد ديالنا، تخيل معايا غنخوي مثلا المطايب، شنو غيطرى؟ غنتحكقوا، اونلاين بغولور. هذيك لا بغولور كيفاش كنداويوها؟ كنداويوها بمرهم. الوغ تخيل معايا كو ديك لا بغولور كاينه في المطران، الوغ الا بغينا نداويوها بمرهم، مرهم ما غيوصلش، اون با اكسي، ما عندناش كيفاش نوصلوا لديك التقرح اللي كاين في اللي كاين في المصران. اون با كومون باش نلحموا باش ترجع ليك لا سيكاتريزاسيون. هنا لو رول ديال التغذيه، باسكو كاين واحد النوع من الاغذيه اللي كدير ترميم القرح، حيت الحاجه الوحيده اللي كتوصل لديك المنطقه من غير التغذيه السليم، فوالا، من غير الدواء، هو التغذيه. الدواء سي دي كومبريمي، يعني باقي ما توصلوش للدواء اللي كيلحم ولا اللي كيجمع داك التقرحات، باقي ما كاينش، داكوغ. كاين دواء ديال الحريق، وكاين مثبطات المناعه، يعني دواء ديال المناعه الذاتيه الا فرضنا بان الاخ سي اش جاي من مشكل المناعه، داكوغ. يعني حتى داك الدواء ديال يعني اللي كيقوي المناعه كيقاد غير الاعراض، كينقص غير الاعراض، ما كيمشيش انه مثلا يعالج هذاك الالتهاب، ما كيعالجش الالتهاب ومضادات حيويه اللي ممكن انه نو دو تو، لانه هو يعني هو علاش؟ لانه هو تقرح في البطانه، يعني بحال تمزقات، بحال ال سي دي شيغي، داكوغ. دونك حنا ما عندناش كيفاش نوصلوا لها، باغ كونت عندنا كيفاش نحبسوها. سافو دير كوا؟ سافو دير كو بامكاننا ان ما تطورش هذاك التعفن، ما يتطورش، وان يبقى في الموضع ديالو، سينو انه يترمم، يعني انه يبدا يتجمع شويه، داكوغ. هذا هو الحل الوحيد، في حين بان الا امتد بزاف وكانت الحاله قصوى، ديك الساعه كنضطروا العمليه الجراحيه اللي كنقطعوا فيها الجزء المصران اللي كله مصاب، داكوغ. دو لامبورتونس دو التغذيه، لان شنو هما الاهداف ديال الدايت ديال الاخ سي اش؟ هو ترميم الجدار، داكوغ، هو عدم تمدد ولا امتداد هذاك التعفن والتقرحات لاجزاء اخرى. دونك هذا هو لو بوت ديال الدايت ديال الاخ سي اش. ذكرتي ترميم الجدار، الناس اللي عندهم التهاب القولون التقرحي، هذاك ترميم الجدار فيما بعد، يعني بالتغذيه اللي هي ولا الحميه الصحيه المناسبه لهذا الالتهاب، من بعد مثلا ما كيترمم هذاك الجدار، مع المده الى الواحد الشخص التزم بالاحتياطات مع الحميه الصحيه، كيعاود يتقوى هذاك الجدار وي افيكتيفمون. دابا كيف ما قلت، حنا ما عندناش اون اكسيسيبيليتي باش ندخلوا حتى لداخل. باغ كونتخ عندنا كيفاش؟ اولا نظموا حركيه القولون، يعني صافي ينقصنا من داك التشنجات، فحنا غنقصوا من داك المنطقه الاحتكاك مع التعفنات، دونك با با ساغرافي. وعندنا ترميم الجدار، وعندنا اون سيكاتريزاسيون، صافي ديغ كو حنا غنديروا تغذيه مضاده للتعفنات، وغنديروا اون سيكاتريزاسيون، داك الاثار يعني ديال بحال الجرح اللي تيكون ولا دوك التقرح. افكتيفمون، مع العلم بان لا اخ سي اش هو واحد المرض اللي هو مزمن، سو كي في كو الدايت ديالو ولا الريجيم ديالو حتى هو خاصو يكون مدى الحياه. واخا، اذا غادي نمشيو بما انه يعني ما كاينش علاج اللي هو واضح بالنسبه لهذا التهاب القولون التقرحي، ونمشيو للحميه الصحيه، ونبداو بالنسبه للحميه الصحيه، ومن بعد نديرو فاصل سمحتي وفاء، ناخذوا الحميه الصحيه باش غادي نبداو. الوغ اولا احنا اون بروغرامي هذه الحلقه نظرا لطلب المستمعات الكرام، لان كيجيونا اسئله بزاف على شنو هو الريجيم ديال الاخ سي اش. الوغ ملي كنسمعوا اوتور دو نو، الناس كلهم ولا الاخصائيين كيوصيو بالقمح الكامل، كيوصيو بالنخاله، كيوصيو بالحبوب يعني الكامله، كيوصيو بتوسكي سون، لو سون دو بلي، لو سون دافوان، يعني واحد بوكو دو شوز اللي الناس كيسمعوهم وشويه كيختلطوا عليهم الامور. الوغ افكتيفمون تو سكي نخاله، حبوب كامله ولا زرارع كيف ما كنقولوا، فهما مفيدين، الا الناس اللي عندهم لي زاي بي دي. يعني خصنا نردوا البال ملي كنا كننصحوا الناس، فحنا كننصحوا على حسب حاله كل واحد. صافي دير كاين شي حاجه اللي هي عامه، فوالا. صافي دير الا قلت لواحد مثلا، الا قلت لواحد عنده اخ سي اش قولون تقرحي، بان
كل نخالة ولا كل شعير الوغ لا سي نقدر نقول بان سي اون كاتاستروف يعني خرجنا على داك السيد داكوغ لان هذوك زيدي شرحي لنا لو سمحتي باش الناس الوغ هذوك التقاقحات اللي عند الناس فهما اماكن اللي يمكن تجي لهم هذوك الحبوب الكامله واماكن اللي يقدر يجي لهم دوك الزرارع وتبقى فيهم دوك اوتوماتيكمون سافا اغرافي داك التقرح دوك داك بلاص ما يقول لي عندي اولسيراسيون في الطبقه العلويه فغتولي عندي اولسيراسيون في جميع الطبقات سافا دير كو غان اغرافي ولا اخ سي اش هذوك الناس اللي عندهم لا اخ سي اش فهما ناس اللي خصهم لو ريزيدو دايت معناها ان ريجيم خالي من الالياف ولا ريجيم فيه الياف ذات قيمه غذائيه منخفضه الوغ باش نبسطو اكثر فحنا كنوصيو الناس بانهم خصهم يكونسوميو 30 غرام دو فيبر بار جور بالنسبه للناس اللي عندهم الاخ سي اش حنا كنقولوا لهم خصكم 10 غرام ديال لي فيبر بار جور يعني كميه قليله مقارنه مع 30 فوالا يعني ملي كنهضروا على الخبز فحنا كنهضروا على الخبز الابيض ما كنهضروش على الخبز اللي فيه اي نوع من الالياف داكور ما كنتكلموش على خبز ديال الشعير ولا ديال القمح بالعكس فوالا صافي دير كو حنا نقدروا نتكلموا على الخبز الابيض نقدروا نتكلموا على الارز الناس اللي خصهم ياكلوا الارز الابيض يعني هما بحال قلتي لا اخ سي اش شويه كيشبهوا المالادي سيلياك كيف ما المالادي سيلياك ما بقاتش عندهم داك الغشاء ديال المصران وما كيستحملوش الجلوتين فتلا اخ سي اش داك الغشاء عندهم فيه تقرحات حتى هما ما كيتستحملوش الجلوتين دونك من الريجيم ديالهم كنزولوا الجلوتين دونك يا با دو جلوتين لان هما ما كيستحملوش ماده الجليادين كنزولوا لا كازيين دو لي لان هذيك الكازيين ديال مشتقات الحليب كدير لنا سكون ابل دي كومبوزي اوبياسي اللي كيشبهوا لا مورفين دونك كيزيدوا يدمروا جدار ديال القولون دونك كنحيدوا الحليب ومشتقاته وكنحيدوا الجلوتين الوغ كنحيدوا القشور ديال لي فروي اي ديال لي ليغوم صافي دير كو الفواكه خص تكون ديما مقشره فوالا والخضر خاصها تكون نسلقوها سلقه الاولى ونزولوا الماء ديالها باش نعاودوا نطيبوها باش كنقصوا من كميه الالياف اللي فيها الوغ اوسي كنقصوا من اللحوم الحمراء لان اللحوم الحمراء كدير غاز كبريت اش دو اس وكدير لامونياك اللي كيزيد من دوك لي زولسيراسيون هادو من الممنوعات اللي الناس اللي عندهم هاد الالتهاب القولون التقرح اوتر شوز ممنوع البهارات الوغ سورتو ليبزار الوغ الكركما الخرقوم البلدي نقصوا منه لو كوري ولا كانيل العطريه الهنديه والقرفه لان هما هادو كيساعدوا على الحركيه دونك كيهيجوا لو بيريستالتيزم الوغ ممنوع المكسرات الوغ تو سكي بيستاش يعني سورتو بيستاش والكاجو ولي نوازيت هادو اللي ممنوعين الوغ ممنوع الكافيين ولا كافيين بيان سور هي كتواجد في القهوه وكتواجد ايغالمون في لو شوكولا وفي المشروبات الغازيه الوغ ممنوع سكر سوربيتول اللي هو واحد النوع من المحليات اللي كيكون في العصائر المصنعه بيان سور ممنوع اي حاجه فيها الزريعه ولا الفواكه اللي فيها اللي بحال باغ اكزومبل بحال الكيوي في حبيبات فريز فعلا اللي فيهم دوك الحبيبات الصغيوين ولا داك الكرموس اللي الوغ لي فيك دو باربارين هادو لانه داك الجدار باقي ما ترممش فصعيب على انه ينزل الوغ كنخافوا بان دوك الزريعه ولا دوك الحبيبات يبقاو تما الوغ الا بقاو تما غيزيدوا لنا التعفن دونك هادو بالنسبه بيان سور تو سكي مقلي تو سكي مصنع مواد حافظه لان كما قلنا فهو كاين واحد الافتراضيه بان تكون مرض مناعه ذاتيه دونك كنخافوا بان هذاك الشيء كيزيد يفسد لنا الجدار ديال القولون بدينا بالممنوعات الا بغينا نقولوا اللي غير مسموح بها بالنسبه للاشخاص اللي كيعانيوا من الالتهاب القولون التقرحي فعلا هو انه من بعد ما كيكونوا معلومات عامه اللي شنو الفوائد ديال مثلا بعض الامور اللي كنتكلموا عليها ولكن راه ملي كنتكلموا على مرض ما خاصو الحميه الصحيه اللي كتكون غدا معاه افكتيمون سورتو مناسبه سورتو مثلا اذا هضرنا على القولون العصبي فالقولون العصبي حتى هو خصو ينقص من الالياف ولكن فيكو ما عندوش مشكل ديال التشنجات وما عندوش مشكل التقرحات فحنا كنخليو له يعني النخاله والشعير وزريعة الكتان مي سي با لا اخ سي اش يعني خصنا نفرقوا فعلا نفرقوا باسكو فرونشمون سي غراف انا كيجوني مرضى اللي فيهم القولون التقرحي وكتلقايها كتفطر حيت تيقول لك راه سمعنا انه مثلا الخبز ديال القمح راه صحي مزيان مي ماشي صحي ليهم ماشي ليهم فعلا فوالا
العامة الناس ملي نكونوا كنتكلموا مثلا على الأهمية ديال القمح والشعير يعني على العموم عامة الناس، ولكن اللي كيعاني من هذا الالتهاب القولون التقرحي خصو يرد البال، لأنه خصو يعني مأكولات اللي تكون ناقصة بزاف من الألياف. افكتيمون سي كوم لي فخوي لي ليغوم، دابا حنا كنوصيو الناس كلهم بالخضر والفواكه الأهمية ديالها، باغ كونتخ كنجيو عند الناس اللي عندهم مشكل ديال انسيفيزونس غينال وكنحبسو، كنقولوا لهم الفواكه ممنوعة والخضر خصها تسلق الامراض الكيلي وي خصها تسلق مقا وجوج وثلاثه وتنقى باش تقدروا تاكلوهم. دونك كاين بوكو دو ديكسيبسيون. واخا مازالين شي حاجه في الممنوعات باش نديروا فاصل ومن بعد لا الوغ بالنسبه لي هادو هما الممنوعات، من بعد غنذكروا شنو اللي مستحب ان الناس يكونسوموا. ومهم جدا اننا نعاودوا نذكروا بالنسبه للخضر والفواكه كيف ما ذكرتي مشكوره جدا دكتوره صابرين، هو انه الفواكه يتكالوا بلا قشره والخضره يعني حتى نسلقوهم ونزولوا لهم هذاك الماء المره الاولى وعاد ديك الساعه يتكالوا. وميم لي فخوي يعني مثلا ميم لي فخوي يستحب بان لي فخوي يطيبوا شويه، مثلا التفاح نسلقوه ولا نديروا افكتيمون ولا كاريمون لي فخوي المعلبين، يعني مستحب اننا نقدروا يعني يفضل ان ناخذوا لي فخوي معلبين، شرط بان ذاك الماء اللي يكونوا فيه ما يكونش حلو، لان باش لان القولون التقرحي ما كيستحملش السكر داكو. ولا حنا نعسلوهم على طريقه ديالنا باش كم يرطابوا وداك الالياف ديالهم ينقصوا، لان باش كيولوا بحال واحد الماده اللي هي ملينه. اذا مستمعينا مازالين مواصلين رفقه الدكتوره صابرين الشوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اليوم كنتكلموا على التهاب القولون التقرحي، مازالين غادي نكملوا في الحميه الصحيه المناسبه لهذا الالتهاب من بعد الفاصل، واكيد غادي نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 88 006 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتورة صابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم كنتكلموا على التهاب القولون التقرحي، عرفنا بزاف ديال المعلومات الطبية المهمة جدا، وقفنا في الحمية الصحية، عرفنا كذلك شنو هما الغير مسموح به أو الممنوعات في الأكل، وغادي نمشيو للتغذية الصحية المناسبة أو للحمية الصحية المناسبة لهذا الالتهاب ديال القولون التقرحي. ناخذوا بعض المكالمات ومن بعد نرجعوا للحمية الصحية. معنا حسنة من الدار البيضاء. ألو حسنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حسنة. شكرا لكم. حسنة حسنة قريبة للراديو ما كنسمعوكش مزيان. الناس اللي دمنه. ألو. واخا حسنة خليك معايا نرجعك عند وفاء وخلي التساؤل ديالك لأنه كاين تشويش في المكالمة. ناخذوا فاطمة من الدار البيضاء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة. كدايرة أختي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا جزيلا على البرامج اللي كتعطيونا. مرحبا دواجي. كتعطيونا بها بارك الله فيكم. شكرا ميد غادي. الله يبارك فيك مرحبا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. كدايرة لاباس عليك بخير شكرا جزيلا تنتيا. مرحبا الله فيك. الله يخليك. أنايا كنعاني من القولون العصبي. المهم هادشي اللي شخص لي الطبيب. ولكن اللي سمعتك انت دابا اليوم قلتي هاد الجوج ديال الانواع ار سي اتش والاخر ما عرفتش شنو هو. بغيت نعرف زعما واش شنو عندي، واش هذا ولا هذا، اش من اختصاص نمشي ليه. داكوغ. وبغيت ندير داك المنظار، حيت واحد المره كنت قال لي الطبيب ديري غير تحليل ديال الدم ولقى عندي هذيك لي لكتوباكتر. وي لي لكتوباكتر بيلوري. سبعة قال لي ماشي مشكله، ولكن المهم عطاني واحد جوج ديال لي زونتيبيوتيك وعطاني واحد جوج ديال المضادات ديال المعده. داكوغ. ولكن ما قدرتش عليهم، درت 3 ايام صافي حبس، ما قدرتش نزيد. داكوغ. ودابا انايا نقصت في الوزن واحد الدرجه بزاف. وي. والسخفة، ولكن ما كدرنيش كرشي، غير مره كتكون عندي الانساك، ومره كيكون عندي لي دياري. ولا دياري اللون ديالها واش اسود، واش كتلقاي فيها شويه ديال لي تراس ديال لو سون؟ لا لا عاديه عاديه، با تراس دو سون. داكا عاديه. دابا واش خاصني ندير المنظار؟ وي خاصك ديري لا كولونوسكوبي، المنظار ديال المصران. من دار وبغيت نعرف هذيك واش عندي ار سي اش ولا عندي الاخر. الوغ الدياغنوستيك التشخيص كيتم بالمنظار، المنظار هو اللي كيبين، هو اللي كيشوفوا به، الا لقاو قرح سي لا ار سي اش،
الى لقاو غير التهاب سي الكرون، الى ما لقاو والو سي قولون عصبي بوحدو. داكوغ. وكيضرني حتى راسي تا هو بزاف الدوخه يقدر يكون منه. وي الوغ كاع الاي بي دي بثلاثه كيديروا كيديروا الشقيقه وكيديروا الدوخه، علاش؟ لان كينقصوا نسبه الاكسجين اللي كتوصل للدماغ. داكوغ. دابا ندير هذاك المنظار. وي لا كولونوسكوبي. وي خصك تمشي عند ان غاسترو، يعني عند طبيب مختص في الجهاز الهضمي اللي غيدير لك هو التيو اللي كنقولوا له التيو ديال المصران، وملي غيشوف هو بلا كاميرا غيشوف واش كاين قراح ولا كاين غير التهاب، ولا ما لقى والو صافي دير عندك غير قولون عصبي بحت. بارك الله فيك يا دكتور، شكرا. مرحبا. نجيب الشفاء ان شاء الله، غير تبعي هذه الامور ان شاء الله ويكون خير. ناخذ مكالمه اخرى معنا. مريم من ميدلت. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله مريم. عافاك، ممكن نسولك؟ اييه تفضلي. انا حامله دابا ثلاث شهور. وي. وداك الشيء اللي قلتي كل هو اللي كناكلو. وكيشدني المصران دابا شي سيمانه هذه كليت العدس وشلاطه والبيستاج وكل شيء، وداوني للسبيطار وقالت لي عندك المصران وتنفخ لي كرشي. داكو. ما عرفتش زعما نبقى ناكل مع الحماله، واصلا داكشي هو اللي كنتشهاه وكيضرني، والكينه اللي عطاتني باش نشربها زعما على المصران غير كنشربها كنرد هذيك الساعه. الوغ من الافضل، مع انت حبله، من الافضل تفادي جميع انواع الادويه سورتو في هاد الشهور الاولين. داكوغ. لان هاد الشهور ما عرفتش شنو نبقى ناكل زعما مع الحماله، ما عرفتش شنو نبقى ناكل ما يضرنيش وزعما ينفعني. واخا، الو انا نعطي واحد المجموعه من المشروبات اللي تقدري تساعدي بهم في الدار. داكوغ. مي انا كنفضل ما تاخذي حتى شي نوع ديال الدواء، لان في هاد الشهور الاولين هو اللي كيتنفهم تكوين الجهاز العصبي والنورولوجيك ديال البيبي، دونك من الافضل فوالا افكتيف، من الافضل تفادي جميع انواع الادويه. تركز غير على التغذيه. داكوغ. شو الحميه الصحيه المناسبه لمرضى التهاب القولون التقرحي؟ الو غنتعاونوا بواحد المجموعه ديال المشروبات. الو غنديروا منقوع التمر والتين المجفف، يعني غنقعو غنفزقو جوج تميرات مع التين مجفف في دلو تياد مي هدفيه، وغناخدو داك المنقوع ديال التمر والتين هو اللي غنديرو به مشروب البابونج لا كامومي. دونك منقوع التمر والتين، ما غناكلوش داك التمر وداك التين، ما غنستعملو على المنقوع اللي غنديرو فيه مشروب البابونج. الوغ كاين المشروب ديال بذور الشمر الفنول. كاين الكرويه. وي كاين الكرويه ولا الكرويه. داكوغ. الوغ كاين الزعتر، كاين التيل ولا ما يعرف بالزيزافون، وكاين اسره النوافع كيف ما قلنا، بتحلاوه النافع فوالا. الو هادو كلهم مشروبات اللي كتساعد الاي بي دي، سواء كان قولون عصبي ولا اخ سي اش ولا المالادي ديال كرون. وكنشربوه غير الماء ديالو اللي رقدنا فيه. فوالا، كنشربوه غير الماء ديالو سيتو. الوغ كاين لو تياد، يعني الماء المدافي على الصباح. داكوغ. يعني سورتو انا كنانسيستي على الريق وقبل ما نعسو بالليل. الوغ كاين العسل، سورتو عسل الزعتر، لان عسل الزعتر هو ستان انتيسيبتيك، يعني ان سيكاتريزون و ان انتيسيبتيك دو بروميي دوغري. داكوغ. الوغ كاين الاسره ديال البطاطا كلها، الي تخي بيان بور لا اخ سي اش. انا كناكد بان حلقه اليوم سي لا اخ سي اش، القولون التقرحي. دونك العائله ديال البطاطا والاسره البطاطا اللي تخي بيان، البطاطا العاديه القصبيه. الوغ سورتو، الوغ سورتو توبينامبور، سورتو البطاطا القصبيه هذاك كيسميوها مرهم الاخسياج، يعني ناكلوها في الفران نديروها عصير، لان التوبينامبور يعتبر مرهم للتقرحات. داكو. الوغ كاين اوسي لالوي فيغا. الوغ ديك النبته ديال لالوي فيغا، داك لو جيل ديال لالوي فيغا لقاوه بان كيقبض السوائل اللي كتؤدي الى التهاب ديك المنطقه، دونك هذاك الماده لالوي فيغا كتنقص من التهاب المنطقه. الوغ كاين اوسي القشره ديال البصل، القشره ديال البصل فيها واحد الماده اللي هي لاكيرسيتين. الوغ لاكيرسيتين هي ضامده للجروح. صافي دير كل ديك القشره ديال البصل كنوصيو بها بزاف، بانها يعني نحمروها اما ناكلوها اما نطحنوها، زعما سي كومون القشره الغليظه اللي كتكون مغلفه بها البصله. افكتيفمون. هذيك تغسل مزيان ونشفوها ونبداو نستعملوها. الوغ القشره اللي كتكال اللي حيت كاين دو بو، كاين اللي خاصها تزول القشره الفوقانيه اللي كتكون رهيفه ومن بعد كتكون وحده غليظه شويه القشره. فوالا افكتيفمون، هذيك اللي فيها ماده لاكيرسيتين. الوغ كاين الزعفران، الزعفران شعره فيه لاسافخانين وفيه البيتا كاروتين وفيه دي زونتي اوكسيدون. دونك الزعفران من مضادات الاكسده ومن مضادات التقرحات. الوغ كاين ايلان،
Alors, il est riche en cardioglucoside, واحد المادة qui est très importante اللي كتحفز الدورة الدموية. Donc automatiquement كتخلي داك التقرحات ما كيتعفنوش. كاين لوختي. Alors حنا واحد البلاد اللي معروف بوجود لوختي. لوختي هي الحريقة. Alors معروفة الحريقة بأنها كتنقص النزيف. يعني زمان الناس كانوا كيستعملوها على قبل الرعاف. Alors على قبل الزيبيستاكسيس. من ثم خرجوا أدوية أباز دوختي اللي كيستوبيو النزيف. الوغ لوختي عندها واحد الفائده كثيره في النزيف، يعني اوتوماتيكمون الا شربنا لوختي ولا كليناها على شكل بقوله فهي كتحبس داك النزيف ديال اكس سي اش. الوغ كاين قشور الرمان، دابا هي الفتره ديالهم. الوغ قشور الرمان مهم لا سيكاتريزاسيون تري امبورطون. الوغ عصير البطاطا سي ان بونسمون غاستريك، بحالو بحال لوميبرازول، بحالو بحال الادويه ديال اللي كتستعمل سي عصير ديال البطاطا. Alors كاين الشيح. الشيح هو واحد المادة اللي هي تري سيكاتريزون دونك هي انتيسيبتيك، سافي ديغ كنشربو الشيح معقمة ومضاد الجروح. وي الوغ كاين واحد الوصفة اللي كنقدرو نستعملو فيها قشور الرمان مع البروبوليس، هي حبوب اللقاح. الوغ حبوب اللقاح انتيبيوتيك ناتشوغيل، لا جولي رويال انتي انفلاماتوار انتي انفلاماتوار ناتشوغيل، وعسل الزعتر انتيسيبتيك دو بروميي دوغري. هادو نخلطوهم. وي الوغ لا باز ديما كتكون بروبوليس جولي رويال وعسل. اما كنزيدو عليهم قشور الرمان، اما كنزيدو عليهم الشيح، اما كنزيدو عليهم لوختي، اما كنزيدو عليهم قشور ديال البصله اولا الحريقه اولا قشور البصله. فوالا داكوغ. الوغ كيف ما قلت قبيله الادويه اللي كنستعملو باش كنكالميو القولون التقرحي، من بينهم لي كورتيكويد. الوغ كو حنا عندنا واحد المصدر هائل ديال لي كورتيكويد هو لا ريغليز، عرق السوس. الوغ بلاصه ما ناخذوا لي كورتيكويد، حنا كنعرفوا بان السايد افيكس ديالهم هما يا كتاك، يعني لي كورتيكويد كيديروا هشاشه العظام، كيديروا مشكل في العينين لا كاتاراكت، كيديروا مشكل في الجلد. الوغ بلاصه ما نستهلكوا لي كورتيكويد، انا كنفضل بان نستهلكوا لا ريغليز. عين يعني ردوا البال سي عرق السوس منو عند الناس اللي عندهم لا طونسيون ارتيريال، ارتفاع ضغط الدم. فوالا. واخا مستمعه كتسولك الله يخليك عافاك، واش هاد الاغذيه اللي قالت الدكتوره انهم ممنوعين بالنسبه لالتهاب القولون التقرحي، واش حتى الناس اللي عندهم ليغاز في المصران؟ الوغ اللي عندهم ليغاز في المصران لا سي با لا ميم شوز. انا كندوي على التقرحات. سافي ديغ كوا التقرحات؟ يعني الجدار ديال المصران تمزق وتعفن وفي دي زولسيراسيون. الوغ الناس اللي مصابين بهذا المرض راه غيكونوا عارفين شنو هي لا ريكتوكاليت ايموراجيك، وداروا ديجا التيو ديال المصران والتيو عطاهم في يعني تم تشخيص المرض. ماشي واش ليغاز في المصران او سي با دي غاز او العصبي نو با دي تو. هما الناس اللي كينزفوا اللي عندهم الدم في البوران. نحن بالتحديد اليوم كنتكلموا على التهاب قولون التقرحي الحميه الصحيه المناسبه لي افكتيم. واخا ناخذ اخر مكالمه معنا السعديه من سطات. شد الراديو. الو شد المكالمه عند الراديو. الو السعديه. ألو. مرحبا لاله. لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضلي السعديه، شنو السؤال ديالك للدكتوره؟ الله يخليك، انا عندي ولدي دار لي تحاليل ديال هذا التقرح المصران. وي ولكن باقي كياكل الحكوكه ديال الطون. اييه ودرنا ليه المنظار وداك الشيء، ولكن تصاب بهاد التقرح تاع المصران. لا قولي لي واش الخبز ياكلوا تاع النخاله من النخاله، ولا كياكل غير الخبز اللي بالفور؟ لا ما ياكلش النخاله. لا شريفه ما ياكلش النخاله، داك التقرح المصران ما كيستحملش النخاله. واش كياكل؟ ياخذ الخبز بالفور. الوغ ياخذ الخبز مشطط. الوغ ياكل الخبز مشطط. شنو هي هاد مشطط؟ شرحي لنا. تاع القمح اللوب تاع القمح. لا شوف شريفه، ياكل الرز وياكل البطاطا وياكل الذره وياكل الخبز ديال الفرينه. الخبز تاع الفرينه. واخا داكوغ. ما ياكلش النخاله وما ياكلش الشعير. داكوغ واخا. الذره والفرينه، والفرينه مطحون ديال هذاك الطحين تاع الفرينه. وي وياكل الذره وياكل الرز وياكل البطاطا وياكل الخرطال لافوان. شوفان واخا. السعديه مازال معنا على الخط. واخا خليك معنا، نرجع للستاندار عن سميحه ومن بعد البرنامج ان شاء الله نعطيوك هذه الحميه بالتحديد. واخا الله يجيب الشفاء للولد ان شاء الله يكون الخير. هذا هو ياكل لافوان الخرطال. وي المستمعه نيت اللي كانت سولات وما خديناش المكالمه ديالها هي فاطمه، قالت لك على انه كان كيضرها يعني الجنب اليسر ديالها. وي وملي مشات عند الطبيب لقات انه المصران ديالها منفوخ. هي دابا سولات على حسب هاد التغذيه اللي ذكرتي اليوم. سولات واش ممكن انها
عندهم علاقه بهذا المشكل ديال انه المصران تنفخ ليها. الوغ فيك هي عندها مصران من الفوق وعندها لي غاز، الوغ هي خصها تستهلك الالياف، ماشي بحال التقر، ماشي بحال التقرحي. سافي دير كو هي انا جو سوي توجور اديب دو لالتيرنونس. شنو كنقول لي باسيون ديالي؟ كنقول لهم ما كاينش شي حاجه سميتها غناكل غير النخاله ولا غناكل غير الشعير. سافي دير كو نهار غنفطر بالنخاله بالقمح بنخالته فوالا، نهار غنفطر بالشعير، نهار غنفطر بالسميده، نهار غنفطر بلافوان ولا 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 الشوفان. ما هي اللي عندها لي غاز، بالعكس هي خصها الخمائر، خصها لي بروبيوتيك، يعني هي خصها الالبان البكتيريا النافعه فوالا. تفضل هي خصها الرايب وخصها اللبن، في حين بان القولون التقرحي كنمنعوا عليه الرايب وال علاش علاش التهاب القولون التقرحي عنده حميه غذائيه خاصه؟ لانه جداً. مرض، لانه مرض مزمن، ولان فيه نزيف، دونك فيه فيه سوء امتصاص. لي غاز ما فيهمش سوء امتصاص، فيه جوست انتفاخ. الوغ لي غاز سيت ان سيمبتوم، هو عرض وليس بمرض. في حين بان لا اكس سي اش فهو سيت اون مالادي كي لورد، واللي الناس مساكن كيفقدوا فيها بزاف ديال الوزن، واللي كيعانيوا معاناه يعني قاسيه. واخا شكرا لك بزاف دكتوره صابرين الشوي، طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري، اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه، على كل هذه النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول التهاب القولون التقرحي. لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج، وسميحه شوبي في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو، الاذاعه القريبه منكم.